بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في درس جديد في مادة مكائن ومعدات استصلاح الأراضي Soil Reclamation Machines and Equipment، فأهلا وسهلا بكم. الآن عندنا موضوع جديد وهو إنتاجية البلدوزر Bulldozer Productivity. Bulldozer productivity is measured by the number of cubic meters of soil that can be transported per hour. إنتاجية البلدوزر تقاس بعدد الأمتار المكعبة التي يقوم بدفعها أو نقلها البلدوزر في الساعة الواحدة. إذن هي متر مكعب على ساعة، تقاس بالمتر المكعب على الساعة. إيش قد يقدر البلدوزر يدفع تربة من مكان إلى مكان آخر في الساعة الواحدة؟ هذه إنتاجية البلدوزر. And this productivity depends on several factors. وعندنا طبعا هذه الإنتاجية تعتمد على مجموعة من العوامل اللي راح ناخذها حاليا. Number one, the plotting of soil particles as a result of agitation. Plotting يعني انتفاخ، انتفاخ جزيئات التربة بسبب أو نتيجة للإثارة، إثارتها من قبل الماكينة بواسطة الجرافة. The plotting of soil particles due to its agitation، انتفاخ التربة نتيجة لإثارتها، varies according to its type and condition. طبعا انتفاخ التربة نتيجة للإثارة يختلف حسب نوع التربة وحالة هذه التربة. عندنا تربة طينية، عندنا تربة رملية، عندنا تربة متوسطة، التربة تكون ممكن جافة ممكن رطبة وهكذا. For example, one cubic meter of clay soil will normally occupy an area about 1.25 cubic meter if agitated. فعلى سبيل المثال أنه واحد متر مكعب من التربة الطينية في حالتها الاعتيادية وهي مرصوصة على الأرض سوف تشغل حيز ما مقداره واحد وربع متر مكعب، يعني يزيد من واحد إلى واحد وربع متر مكعب إذا تم إثارتها وبواسطة جرافة البلدوزر. This increase is due to soil particles cracking and fragmentation. يعني سبب هذه الزيادة إلى تكسر جزيئات التربة cracking fragmentation وتفتتها تفتيتها and forming additional air blanks between the fragmented soil particles. إذن نتيجة هذه الزيادة نتيجة لتكسير أو تفتيت جزيئات التربة وتكسيرها وتكون فراغات هوائية air blanks بين جزيئات التربة المفتتة. Therefore, the mass capacity، لذلك the mass capacity of the soil, the agitated soil should be corrected. لذلك يجب تصحيح السعة، سعة التربة، السعة الكومية نسميها اللي هي تكون على شكل كوم، السعة الكومية للتربة المثارة. يجب تصحيحها. باي كيف يتم تصحيحها؟ By dividing بتقسيم the soil volume حجم التربة in its normal state حجم التربة بحجمها الطبيعي قبل الإثارة. By إيش؟ By soil bloating correction factor، قسمها على معامل تصحيح انتفاخ التربة. The following table shows the values of the bloating correction coefficient for different soil types. الجدول التالي يوضح لنا معامل تصحيح انتفاخ التربة لمختلف أنواع التراب. الجدول soil type والcorrection factor بولج معامل تصحيح الانتفاخ، وعندنا الماس per cubic meter، يعني هذا للاطلاع الماس per cubic meter، اللي يهمنا هو الكوركشن فاكتور. عندنا
أنواع التراب بالعمود الأول دراي كلاي يعني الطينية الجافة، ويت كلاي الطينية الرطبة، كلاي طينية بالحالة الاعتيادية لا هي رطبة ولا هي جافة، ساندي كلاي ميكست وذ جرافل تربة طينية رملية مختلطة بها حصو يعني تعتوي على الحصو، دراي ساند الرملية الجافة أرض التربة الرملية الجافة، والويت ساندي التربة الرملية المبتلة. ومعامل الانتفاخ الكوركشن فاكتور موجود قدام كل واحدة من العدين، هذا يحفظ يعني نطيب من بالسؤال من يجي ويت كلاي لازم نعرف انه معامل تصحيح الانتفاخ هو 0.8 بالويت كلاي كوركشن فاكتور هو 0.8 اذا دراي ساندي الكوركشن فاكتور is 0.89 اوكي. نمبر 2 تايم فاكتور معامل الوقت. اذا هسه احنا ما اخذنا معامل تصحيح الانتفاخ مال التربه نتيجه الاثاره، المعامل الثاني هو التايم فاكتور معامل الوقت. It is certainly not possible to take full working time to cut and move the soil by the bulldozer. من المؤكد او من المتعارف عليه انه لا يمكن استغلال وقت العمل بالكامل لعمليات المختلفة من عندها عمليات قطع التربة ونقلها وغيرها. معناها أنه الساعة الكاملة 60 دقيقة إحنا ما نقدر نستغل 60 دقيقة كاملة في إنجاز العمل، هذا مستحيل. العمل الفعلي راح يكون أقل من 60 دقيقة بحسابات معينة ومن تجارب جتي هذه الحسابات اللي هسه راح نعرفها. There are necessary side operations such as لدينا هناك عمليات جانبية ضرورية تتم أثناء وقت العمل. Like what? Such as adjusting. مثل ضبط الآلة adjusting, lubricating and cleaning the machine. مثل ضبط تزييت تنظيف الماكينة. وغيرها من العمليات. In addition to giving a certain time for the driver's comfort. بالإضافة إلى إعطاء وقت كافي لراحة السائق طبعا زين. Therefore لذلك a number of minutes must be subtracted from the hour. لذلك هناك عدد من الدقائق الزمنية يعني هذه الدقائق راح تطرح من ساعة من الساعة الكاملة اللي هي 60 دقيقة. وقت راح يروح لضبط الآلة، تزييتها، تنظيفها، راحة السائق، يأكل، يشرب لحاجة، كذا. هاي كلها تكون وقت ضايع من الساعة الكاملة اللي هي 60 دقيقة. This number depends on the efficiency of the driver. هذا الوقت اللي راح نحسبه يعتمد أيضا على كفاءة السائق. Who is doing the work. الذي يقوم بالعمل. طبعا السائق يقوم بالعمل إذن أيضا إلى تأثير. This time is determined by 50 minutes for the crawler bulldozer and 45 minutes for the wheeled bulldozer. هذا الوقت حدد بالتجارب العملية وغيرها بحدود 50 دقيقة عند استخدام بلدوزر مسرف و45 دقيقة عند استخدام بلدوزر ذو العجلات. إذا من نجي نحسب زمن من بنحسب إنتاجية من راح نأخذ الوقت، نأخذ الوقت مو 60 على أساس 60 دقيقة، نأخذ 50 دقيقة إذا كنا نستخدم بلدوزر مسرف وهي غالبية أنواع البلدوزرات، و45 دقيقة إذا كان كنا نستخدم بلدوزر مدولب. نمبر 3 One operation cycle time. النقطة الثالثة في المعامل المؤثر على إنتاجية البلدوزر هو زمن دورة التشغيل الواحدة. هذا شنو نقصد به زمن دورة التشغيل الواحدة قبل ما نقرأ؟ إنه الوقت اللي يستهلك البلدوزر في عملية من بداية خط العمل إنه يقوم بعملية قطع التربة ودفعها إلى الأمام إلى نهاية خط العمل، ثم الرجوع مرة أخرى إلى بداية خط العمل لإنجاز خط عمل جديد. فمن يبدي في عملية قطع التربة هذا راح يبدي لنا عندنا زمن الدفع التربة إلى نهاية الخط، يرفع الجرافة إلى الأعلى ويغير السرعة إلى الخلف أو يستدير ويرجع،
ويرجع مرة أخرى إلى أن يصل إلى بداية خط عمل ثاني وينزل الجرافة. هنا راح نكون أنجزنا زمن يعني دورة تشغيل واحدة راح نتعرف عليها. It consists of the fixed time. وتتكون من الزمن الثابت. عندنا زمن ثابت وعندنا زمن متغير. Fixed time والvariable time. نجمعهن يطلع لنا زمن دورة التشغيل واحدة. أوكي. الفيكس تايم شيشمل consists of what? Loading, change of speed, soil discharge and bulldozer rotation. يتألف من تحميل التربة, change of speed تغيير السرعة, gearbox عتلة تغيير السرعة, soil discharge تفريغ التربة في نهاية خط العمل, and bulldozer rotation ودوران البلدوزر. هذا الزمن الثابت نسميه ويعطى في السؤال كزمن ثابت يقدر لأن هذا. And the variable time هذا الزمن المتغير. المتغير إيش؟ The time of transporting the soil اللي هو زمن نقل التربة from the loading location to the discharging location, من مكان التحميل بداية خط العمل إلى مكان التفريغ اللي هو في نهاية خط العمل. وإذن هذا زمن التحميل. وزمن الرجوع the time of rotating returning زمن الرجوع to the loading location again, وزمن الرجوع إلى مكان التحميل مرة أخرى. إذن هو يشمل زمن نقل التربة من مكان التحميل إلى مكان التفريغ زائدا زمن رجوع من مكان التفريغ إلى مكان التحميل. هذا يعرف بالزمن المتغير. مجموع الزمنين الزمن المتغير والزمن الثابت يطلع عندنا زمن دورة التشغيل الواحدة. Number 4 Dozer capacity يعني سعة الجرافة. هذا العامل الآخر, شقد سعة الجرافة اللي تقوم بعملية دفع التربة. طبعا هنا سعة الجرافة يعتمد على أبعادها ارتفاعها وعرضها ارتفاع العرض, وبالإضافة إلى ذلك سعة الجرافة يعتمد أيضا على نوع التربة إذا كانت طينية رملية معتدلة. أظن العوامل المؤثرة. طيب خلنا نأخذها. The process of cutting and transporting the soil by the dozer mainly done in a straight line. يعني عملية قطع التربة ونقلها بواسطة الجرافة تتم عادة على شكل خط مستقيم للأمام. أوكي أنا متعرف عليه. And when the bulldozer moves forward, its dozer working to cut the soil. وعندما تعمل البلدوزر الأمام تقوم بعملية الجرافة تقوم بعملية قطع التربة. In order to reach the full load. وعلى لكي تصل الكيلة إلى كيلة البلدوزر جرافة البلدوزر إلى حملها الكامل. The bulldozer must move several meters. يجب أن تسير البلدوزر إلى يعني مسافة معينة. يعني متى وصل الجرافة إلى حملها الكامل؟ إلى بعد مسافة عدة أمتار, 5 أمتار, 6 أمتار, 10 أمتار, يلا توصل الحمل الكامل, مترين حسب يعني حسب عملية القطع. And the full load will be somewhere like a circular cut in its cross section والحمل الكامل سوف يشبه إلى حد ما قطع دائري. Circular cut يعني قطع دائري مكامل. In its cross section في مقطعه العرضي. Extended in front of the dozer. يمتد أمام الدوزر. طبعا راح نشوف هسه الشكل التالي اللي راح يجي علينا. وامتداد التربة أمام كيلة البلدوزر. As shown in the following figure وكما يظهر في الشكل التالي. في الشكل اللي أمامنا جرافة لبلدوزر تقوم بعملية دفع التربة, التربة الموضحة باللون الغامق. امتداد هذه التربة أمام جرافة البلدوزر نرمز له بالرمز X, وارتفاعها عن سطح الأرض نرمز له بالرمز Y. وارتفاعها طبعا هو تقريبا يساوي ارتفاع سلاح البلدوزر.
وامتداد التربة، الزاوية اللي تشكلها التربة امتدادها أمام سلاح نرمز له بالرمز ثيتا. طبعا هنا من نعرف هذن العوامل الثلاثة راح نقدر نحسب حجم التربة، حجم التربة من عدها راح نقدر نحسب بعدين حجم التربة المدفوعة في أمام كيلة البلدوزر. طيب قيمة X شو راح نحسبها، وقيمة الواي شو راح نحسبها؟ الواي ممكن تعطى بالسؤال انه هي نعوض قيمتها بارتفاع سلاح البلدوزر، لكن قيمة X شو نحددها والثيتا. عندنا بالمعادلة الـ X على Y يساوي 1.5 to 1.67 على Y. الـ X تساوي 1.5Y to 1.67Y. قيمة الـ X تساوي 1.5 من قيمة Y إلى 61% من قيمة Y. قيمة Y معرفة لها ارتفاع سلاح البلدوزر، قيمة X راح تعرف في ضرب ارتفاع سلاح البلدوزر في 1.5 أو في 1.67، وهذا يعتمد على نوع التربة هسه راح نعرفه إذا كانت رملية وإذا كانت طينية. فال 1.5Y تحسب للتربة الرملية، وال 1.67Y تحسب للتربة الطينية. ماشي؟ إذا كانت عندنا تربة رملية نأخذ لها 1.5Y، وإذا كانت تربة طينية راح نأخذ 1.67Y. طيب ثيتا قيمتها 30 degree to 33 degrees، هنا الزاوية قيمتها بين 30 إلى 33 درجة. إذا كانت تربة رملية نأخذها 30 درجة، وإذا كانت تربة طينية نأخذها 33 درجة. هاي بالنسبة لقيمة الزاوية. The value of X and Y and the angle theta depends on soil type. قيمة القيم الثلاثة الـ X والـ Y والـ theta تعتمد على نوع التربة. The sandy soil has a value of Y and theta less than the mud soil. قيمة الثيتا والـ Y في التراب الرملية هي أقل منها في التراب الطينية. From these dimensions من هذه القياسات we can estimate the size of the soil pushed by the dozer. نقدر نقدر حجم التربة المدفوعة أمام كيلة الجرافة بشكل تقديري، approximately بشكل تقديري، يعني مو مضبوط تماما 100% ولكنه بشكل تقديري using the following equation، باستخدام المعادلة التالية. المعادلة اللي عندنا هي VS لسعة جرافة البلدوزر بالمتر المكعب، راح نحسبها. شو نحسبها؟ عند الحمل الكامل سعة جرافة البلدوزر عند الحمل الكامل وتقاس بالمتر المكعب، تحسب بالمعادلة التالية: W في X تربيع في باي في ثيتا مقسوم على 360، حيث أن VS هي soil size at full load اللي هي dozer capacity، حجم التربة اللي عند الحمل الكامل اللي هي نقول سعة الجرافة بالمتر المكعب. W اللي هو width of the bulldozer blade، عرض سلاح البلدوزر. X مثل ما أخذناها تكون قيمتها 1.5Y for sandy soil و 1.67Y for clay soil. قيمتها 1.5Y للتربة الرملية و 1.67% من Y للتربة الطينية. Y the height of the dozer، Y هو ارتفاع الجرافة بالمتر أيضا. والثيتا soil tilt angle، زاوية انحدار التربة أمام الجرافة، هذا يعتمد على نوع التربة طبعا. فقيمته يساوي 230 degree for sandy soil في التراب الرملية and 33 degree for clay soil في التراب الطينية. أعزائي الطلبة، في نهاية هذه المحاضرة شكرا لحسن إصغائكم، مع تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح دائم.